وإلى حضراتكم هذا الخبر العاجل. فقد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة والمتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، وتعزيز عمليتي بناء الإنسان وصناعة الحضارة. أشار السيد وزير الأوقاف في هذا السياق إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، ولا سيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين، إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام. وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالأئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الثقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف. كان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام. تناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمقرر انعقاده يومي 25 و26 من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعي، والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.